العالمين. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أنا سيدي مقدم السربة القريش عبد الله، جامعة سيدة زبايا، عمالة تازة. جينا عند هاد الناس لهاد المراجع ديال وادي منيل، الدائرة ديالنا محسوبة حتى هي عينا الدائرة ديال وادي منيل، وها الناس اللي مشرفونا وقدرونا وساندونا، لأن كان عندنا شي مشاكل، كان عندنا شي مشاكل مع هاد الناس هادو ديال وادي منيل، قالوا هذا، لكن الأمور تصلحت الحمد لله. دابا رجعنا إخوان، درنا واحد الفيدرالية، واحد الفيدرالية ديال الخيل اللي كانت تمثل العمالة ديال تازا كلها. وبغينا ان شاء الله نطور شي ديال الفروسيه، وبغينا نديروا مهرجانات بالبودير، بغينا نديروا في الكناسات وادام الليل في جامعه دولة زباير بني فراسن، الى توفرت لهم الامور هذا، لان احنا ما بغينا نقصوا حتى شي جامعه ولا شي قياده باش يكون فيها الموسم، لان دابا الموسم شويه احنا الحاله ضعيفه شويه ديال الناس اللي كاسبه الخيل هنايا. بغينا نديروا المهرجانات هنا في العمله ديال تازا، كتجينا الامور موسطه شويه على حساب الصاير، على حساب هذا، على حساب هذا. يعني هذا الشيء ديال الفرق ديال السربات، التربيه ديال الخيول والفروسيه، يعني كتطلب امكانيات كبيره، يعني خصها ضروري الدعم والمساعده من الجهات المسؤوله والناس اللي كيحتضنوا بحال هذا المهرجان. شوف اسيدي، احنا الخيل ديالنا دايرينها ما كنصيروا عليه، احنا الجهات المسؤوله ما معتبريناش واش عندنا الخيل ولا ما عندناش، فهمتني؟ حنا الناس المسؤولين كيشوفوا السيد عنده العود كيكرهوه. انا نهضر شوف، انا كنهضر العمله ديال تازا، السيد كاسب العود ما عندهمش معاه، يعني راه لاباس عليه ولا هذا، لكن حنا الخيول وارثينهم ابا عن جد، فهمتني؟ حنا الخيول كسبوهم جدودنا، كسبوهم والدينا، كسبناهم حنايا. دابا هاد البليه دخلناها عاوتاني في الوليدات ديالنا وفي هذا، فهمتني؟ لكن الناس المسؤولين ما عطيناش قيمه، كيقولوا مولي عاود صافي راه لاباس عليه، صافي ما يعني باش يجيبوا مغنيين ويدخلوا الفساد للبلاد، فهمتني؟ يدخلوا الفساد للبلاد، ومالي الخيل صافي ما كيعطيك كيلو البارود ولا يقول له صافي راك تمايا. حنا جايين بترونسبور وجايين بالماكله ديالنا بجميع المسائل، والله يهدي هاد الناس المسؤولين، الله يهدي معينا في هاد العمله التازه، يديروا لنا قيمه ويردوا لنا الاعتبار ديالنا حتى حنايا، وهذا اللي كاين، هذا هو. شكرا لك. كاين شي منظف، مرحبا. شكرا.